تتاكد ازاي تتاكد زي الناس تشوف القصه هتمشي ازاي تساله بمنتهى الوضوح تقابل الست التانية تشوف قسيم الطلاق تعمل اي حاجه تتاكد طب لو طلع متجوز فعلا لو طلع لسه متجوز التانية يبقى بيكذب تاني عليها وبيخدعها وما ومفيش فايده طب, طلع... طب لو طلع طب لو طلع مطلقها هي عماله عماله تدور على حاجات تبرر لنفسها وتكمل وانا موافقه جدا تبرر لنفسها وانا موافقه وتكمل. موافقه لحد امتى انت هتفضلي تضحكي على نفسك لحد امتى لحد ما افضل مبسوطه ما هي مش مبسوطه يا بقى انت عارفه لو هي مبسوطه قول تكمل لكن هي مش مبسوطه بدليل انها بعتت لك هو انت حد بيبعت لك مبسوط ايه ده ايوه كل الناس مبسوطه والدنيا حلوه <applause> طلعنا ثلاث تربيعنا مرضى وزيكم فاضيين قلت هم مش ونرجسيين لا طبع. هي عماله تقول لك ده انا قلقانه وعبالي وحياتي مش عارف بيبقو ايه, بيبقو إيه. طيب وحياتي مش عارف ايه ومش عارف اخد طب ولو طلع ان هو طلق فعلا لو طلع ان هو طلق فعلا وفعلا ندمان وكده لا تدي له فرصه ثانيه خلاص يا سلام اه طبعا تدي له فرصه ثانيه ونشوف هيحصل ايه هو سايكوباتي حتى المشكله اللي اتسجن فيها ست شهور تؤكد لك انه سايكوباتي ليه هو يعني مشكله ما. في الشغل هي مشكلة في حاجه مشكله في الشغل هو الطبيعي ان اي حد يحصل له مشكله يتسجن ولا <applause> المشكله دي انه اختلس حاجه اتهم في حاجه فاتسجن فيها ايه عادي يعني في حاجه لا في حاجه طبعا هو عادي ان اي حد يتسجن <applause> اي حد <حديد> تحصل له <applause> مشكله في الشغل يسجنه في هنا حاجه بتقول ان الراجل ده سايكوباتي مش مش مظبوط وبيقول ربنا انتقم مني بقى يعني هو بعد كل طيب ده خلاص هو تاب يا عم بقى نحتويه بقى ربنا انتقم مني ماشي نتاكد بس ان هو تاب فعلا وان هو ما بيكدبش تاني علينا نحتويه بقى ونديله فرصه خليه طيب يتوب يعني حلو يورينا بقى سمة الطلاق نروح نتكلم مع الست التانية نشوف جواز الجواز طب ما يقول لنا كلمتين حلوين وتعديها وخلاص وهي عماله تعدي بقالها كتير ما بتقول لك بيقعد يحكي لي قصص طويله وقده ما بصدقش منها حاجه آه. وبتعديها فهي عماله تعدي 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 انا بقى اللي مستغربه هي عدت كل ده في كل قصه حياتها اشمعنى دي مش معديها <تصحيح> <تصحيح> يعني قررت النهارده الصبح تفوق وتسألك <تصحيح> حرام عليك وعدت على فكره <تصحيح> على فكره حرام عليك <تصحيح> ما مستغربها بجد عدت علاقات جنسيه متعدده هي شاكه فيها وعدت انه كان متجوز واحده تانية وما. <تصرف> اللي وبعدين جاي دلوقتي تقول انا هعمل ايه اعمل ايه انت <تصرف> <تصرف> من بدري انا مش صدقك